كمان بيطلع حلو. سيد تامر، معروف انه الاهل الشيشان هم كانوا جزء من اللبنات الاساسيه، من الحجار الاساسيه في بناء الدوله الاردنيه منذ ايضا تاسيس الاماره. سقط شهداء في 48 من اهلنا الشيشان رحمهم الله، رحم كل الشهداء. بحب اسمع منك لو بعض الكلام، بعض الحديث عن مشاركه الاردني من اصول شيشانيه في بناء الدوله. السيد الكريم، الشيشاني ما بيختلف عن غيره في هذا الموضوع، يعني كل الموجودين على هالأرض هم اللي ساهموا في بناء هاي الدولة وكان لهم في هذا دور في هذا البناء. فالشيشان وجودهم بالفترة الزمنية زي ما حكى أخوي أبو علاء قبل شوي بنهاية 1800 بداية 1900، فهذا قبل تأسيس إمارة شرق الأردن، وعاصروا الأحداث الحرب العالمية وبعديها قدوم الأمير عبدالله الملك عبدالله الأول على الأردن وتأسيس الإمارة. ووجودهم في مناطق قريبة من عمان كان لهم برضو دور كبير فيها، فهم زيهم زي غيرهم، يعني حتى اللي استشهدوا في الحروب فهو أردني وبيحارب يعني لأجل بلده لرفعة بلده زيه زي أي واحد تاني، يعني إن شاء الله النول اللي هم نالوه. فرحمة الله عليهم جميعا، بس ما نقدرش نميزهم نحكي مثلا أنه هدول الشيشان حاربوا غيرهم، لا بالعكس كلنا أهل بلد واحدة يعني. طبعا تحت لواء الجيش العربي كان 100%، إيش بشرفنا طبعا. بحب من حديثك سيد تامر أسألك هون، من وجهة نظرك كيف بترد على بعض الأشخاص اللي بلوموا مش بس الشيشان والشركس والأرمن، يعني كل المجموعات يمكن الأردنية من أصول مختلفة، إنهم يمكن متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم. مرات البعض بلوم، أنا هذا مش وجهة نظري، ولكن في آراء بتقول إنه منغلقين على بعض أكثر من يمكن الشعوب الموجودة كانت هون. هسه كل جماعة عرقية مثلا أو لغوية إلهم ثقافة خاصة فيهم مختلفة شوي عن الثقافة اللي موجودة مثلا في الأردن، وهذا إشي برضو لا يعيبنا ولا يقلل من ولائنا وانتمائنا لهاي البلد وترابها. يعني أنا اللي بحكيه مثلا في عنا زي قبل شوي ما كنتوا تحكوا بتسألوا عن العادات وإنه الأب ما بيحمل ابنه، ولسه في عنا عادات كتير أغرب يعني. فأنا بتخيل إنه هم قراب على بعض لأنه هاي العادات هم بيقدروا يمارسوها في هذا المجتمع، مجتمعهم الداخلي. بس موضوع إنه منغلقين، لا أعتقد إنهم منغلقين، يعني بالعكس في تواصل، في تصاهر وزواج وعلاقات كاملة. يعني هي في معنا أختنا هدى مثلا على سبيل المثال، هي شيشانية متزوجة من أردني. لا أنا مش شايف إنها شعوب منغلقة، صحيح إلها خصائصها في العادات وتقاليدها، صحيح مزبوط هذا الكلام، بس أنا شايفه هذا من الفسيفساء الأردنية الحلوة. أنا بحبها يعني. زي يعني منغلقين، ليش ما نحكي إنه مثلا واجب على كل شخص لديه قومية ويفتخر فيها أنه يحافظ عليها في بلده الأردن، بالعكس يعني يضيف تنوع، يعني تنوع غنى وقوة. يعني كأردني هاجر لأمريكا مثلا بحب يحافظ على هويته الأردنية طبعاً، حتى وين طبعاً. إحنا حبينا، أنا عن قصد حبيت أتطرق لهاي النقطة سيد تامر بوجود سيد محمد، لأنه بعض الناس يمكن بتحكي بس جمل مصفوفة، ولكن حبيت أقول أنه مزبوط إحنا لا ما في بهذا اندماج والتنوع طبيعي. لما أنا في قاسم مشترك بيني أنا وفؤاد أكثر من مع تامر بدي أشاركه فيه. بالعكس يزيد من غنى وتنوع ويعني المجتمع، ويعني ظهور المجتمع في هذا التنوع حتى يعني تميز فيه فعلا شيء جميل.